شابتر 3 باختصار. ايه هو جدول الدروي؟ جدول الدروي عبارة عن مخطط جمع فيه العناصر اللي لها نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية، تمام؟ وقسموا العناصر في الجدول الدوري الى 3 أصناف رئيسية: ميتالز، نان ميتالز، ميتالويدز، فلزات، لا فلزات، أشباه فلزات. باختصار الفلزات هي الميتالز، هي موصل جيد للكهرباء والحرارة، دائما تميل لفقد الإلكترون، وإذا فقد الإلكترون حيكون بوزيتيف. أما النان ميتالز اللا فلزات هي موصلات رديئة للحرارة والكهرباء، تميل لكسب الإلكترون، زي الكلور دائما نقول إيش سالب، يفقد الإلكترون. ما عمرنا شفنا الكلور بأيون موجب، تمام؟ القسم الأخير في الجدول الدوري اللي هو اللا فلزات أو أشباه الفلزات الميتالويز، هي خواصة متوسطة بين الفلزات واللا فلزات، تمام؟ طبعا لو تشوفوا الجدول الدوري الخواص من اليسار لليمين، خواص اللا فلزية تتغير. يعني أنت عندك هنا باستثناء الهيدروجين، هنا حتشوف أكثر المواد هنا في في في, في العمود الأول أكثرها فلزية، وكل ما تروح اليمين بتقل الخواص اللا فلزية، تمام؟ في برضو حاجة مهمة لازم تعرفها، إنه قسموا الجدول الدوري لي بلوكات، تمام؟ هذا بلوك S، وهذا بلوك P، وهذا بلوك D، وهذا بلوك F، تمام؟ البلوك هذا اللي في النص سموه العناصر الانتقالية، تمام؟ طبعا برضو سووا في تسمية ثانية سموها 1A 2A 3A، تمام؟ بلوك S أول شيء ال 1A، هذا هو اللي هو باستثناء الهيدروجين، شوف من هنا لهنا هذا يسمى 1A، يسمى فلزات قلوية، ما يهمنا التسمية بس أنا جالس أشرح. بعدين البلوك الثاني هذا أو المجموعة الثانية يسمى 2A، سموها مجموعة قلوية فلزية أرضية. بعدين البلوك اللي في النص هذا سيبه كامل، تمام؟ يجي عندك هنا 3A 4A 5A 6A 7A 8A، تمام؟ وبرضو انت عندك حاجة ثانية اللي هي في اول تمام، في اول جروبين خطوط. طبعا احنا عندنا خطوط افقية وخطوط راسية. الخطوط الراسية تسمى جروبز والفاميليال، اما الخطوط الافقية تسمى بيريود، هي الدورات. يعني هذه الدورة الاولى، هذه الدورة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، عندنا 7 دورات. اما عدد المجموعات كم عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 إلى 18 مجموعة، تمام؟ طيب في حاجة كمان ممكن نعرفها اللي هي في الجدول الدوري، انه في المجموعة اللي هي 1A تفقد الكترون واحد العناصر، اما في المجموعة اللي هي 2A تفقد الكترونين. هذه عناصر انتقالية سيبها خلاص. تجي لل 3A برضو تفقد 3 إلكترونات. تجي عند المجموعة اللي هي 4A تبدأ من الكربون تكتسب 4 إلكترونات. أما في المجموعة الخامسة 5A تبدأ من النيتروجين تكتسب 3 إلكترونات. أما في المجموعة 6A تكتسب 2. تجي عند 7A اللي هي من الفلور تكتسب 1 إلكترون. تعال للمجموعة الأخيرة، هذه تسمى غاز نبيلة، ما تتفاعل، لا تكسب ولا تفقد، تمام؟ هذه البلوكات S P D F، تمام؟ قلنا هذه تصنيفة من على اليسار، هذه فلزات باستثناء الهيدروجين، وهذا العناصر الانتقالية، تمام؟ عندك على اليمين لا فلزات. أما أشباه الفلزات هذا الشكل المتدرج من هنا، ثم من البي لين البي أو. طيب نفس الكلام قلنا الميتالز الفلزات تميل لانش تفقد الإلكترون، قلنا في مجموعة اللي هي 1A 2A 3A باستثناء الهيدروجين والبورون.
نجي للميترز اللي تميل لاكتساب الكترون او اكثر، تمام، وقلنا عليه على يمين الجدول الدوري اللي هذه هي هنا كذا. اخر حاجه الميتولايتس اللي هي بين حاله متوسطه بين الفلزات لا فلزات، هو خط متدرج هذا. طيب اوقف هنا.